طالعة حلوة، شوف لي طالعة حلوة. نحن معكم من خط الوصول بالماراثون يلي بيحمل قضية لا للتدخين، ويبدو مثل ما عم بسمع وراي انه بلش العدائين يوصل لنشوف مين رح يربح هيدا السباق. واو، متسابق رقم 3412 بيربح السباق وبيقطع الشريط. مبروك. جاي لعندي عمي خليها تحط على قلبي. مبروك استاذ، مبروك. شو اسمك؟ توفيق موفق. استاذ توفيق، الف 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 مبروك. وهلا الاستاذ فادي رح يسلمك الكاس وهو مدير الحملة الإعلانية لهالماراثون يلي بيحمل عنوان لا للتدخين. يعطيك العافية. تابع يلا رح نفتح شامبان. يلا بس. إذا مثل ما انكم شايفين المتسابق توفيق الموفق ربح معنا الماراثون يلي صار تحت عنوان لا للتدخين. شو عم تعمل؟ بعتذر بس انا معوض على طول مع الكاس اخذ سيجارة.